دافعتي عن نجمي سلاف وخرجي بعد تعرضها لانتقادات بسبب البوس بينه وبين الممثل مهيار خضور بهالمسلسل، وقلتي انه الفن هو الفن. سلمى المصري مع مشاهد القبولات والاحضان بالاعمال الفنيه، يعني نحن بايامنا ما كان في هيك شيء، كان لمسه ايد ما في، كان في رقابه شديده. يعني انا بقول يعني اي فعل درامي بيكون مهم بالنسبه لاستمراريه العمل او بموقعه بالعمل مهم، هذا شيء طبيعي انه ينشاف. بس انا دائما بقول انه في اعمال اذا ما كانت ضروريه هي اللقطات، هذا اللي عم يفوت لك البيت، بشوفه الصغير وبشوفه الكبير وبشوفه. دائما نحن المفروض انه شويه نحسب حساب، يعني انه يا اما بده يكون هذا العمل لفوق 18 يشوفه وما يشوفه الاطفال، او بده يكون هذا العمل. بس في اعمال فيها انت عندك الجرأة تأدي مشهد بوسي؟ لا ابدا.